قرب الكاميرا اخويا. مساء الخير مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في المباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. احنا اليوم كنتواجدوا مع مهرج او كلون ياك بجوج بحال اليوم غادي يدوي لينا على هاد المهنه وعلى الصعوبات اللي كيلقاو في هاد المهنه وكيفاش هو حتى دخل لهاد المهنه، يعني قربنا شويه من مهنه كلون او مهرج اللي بزاف ديال الناس ما عارفينش بزاف ديال الحوايج عليها والحيتيات ديالها وشنو واقع فيها بالضبط، يعني واش مهنه مقننه او لا، رغم انها من المهن اللي زويونه عندنا في المغرب بحكم كيضحكنا كينشط الوليدات الصغار، يعني شي حاجه اللي محتاجينها المغاربه ومحتاجينها الوليدات الصغار. السلام عليكم. وعليكم السلام. واخا خويا ارفع صوتك شويه. عليكم السلام. قدم لينا راسك. معكم عبد الحق بن الخيبني فاعل الجمعاوي ومؤثر في فاعل حروبه. اولا كنبغي نشكر شوب تي في اللي دائما في التغطيه، مشكورين الحضور ديالكم ومرحبا بكم عندنا هنا في المحمديه. بالنسبه لهاد المهنه ديال الكلون، مهنه شريفه، مهنه اللي هي صراحه دازوا فيها اجيال وباقي الان الحمد لله. شحال من سنه وهي كتمارس هاد المهنه ديال الكلون؟ يعني تقريبا انا ما قدرتش نعطيك السنه بالضبط، وانما يعني قديمه عندها تاريخ. عندها تاريخ يعني منذ زمن طويل كتمارس على شكل سيرك، كتمارس على شكل مسرح، كل واحد والطريقه ديالو في الممارسه ديالو ديال الكلون. بالنسبه للكلون اللي كاين حاليا كاين تطور بحكم الموسيقى اللي ولات عندها واحد الصيت عالمي، كناخذوا موسيقى عالميه بحال طومبولا، يعني كتاخذ الاسماء اللي هي معروفه عالميا، وماشي سهل باش تلعب الكلون. الكلون كيبغي الخفه، كيبغي الرشاقه، كيبغي الخاطر، الخاطر باش تضحك الوليدات وتنشط مع الوليدات، ماشي سهل باش تضحك. واخا شنو هي الصعوبات اللي كتلقاها في هذه المهنه؟ بالنسبه للصعوبات، الصعوبات اللي كنلقاو هما مثلا كاين واحد حاليا كاين سميتو كاين واحد ما كنلقاوش داك الكلون المتطور كيف كنقولوا صراحه، الكلون عند باقي عنده نفس السيستم كيعاودوا نفس الحاجه كيخدم بها، خاص تخدم بها، ما كاينش واحد الاجتهاد، ولا بغيتي الاجتهاد خاص الدعم، الا ما كانش الدعم ما كتاخذوش الدعم نتوما. متطوعين دائما كنطوعوا في سبيل دوك الوليدات باش نشطوهم، ودابا كتعرفوا دابا بحكم هذه الجائحه راكم عارفين كلشي مجالس، يعني الخدمه قلالت، دور الشباب سادي، المعاهد سادي، التقاطع اللي تقدر تخدم فيهم وتجيب من واحد الطريف ديال الدار شويه، وحتى اعياد البلاد دابا حاليا صعيب باش شي واحد يدخلك للدار ويقول لك جي مرحبا بك، كلشي ولا خايف على ولادو وخايف على بزاف الحوايج، يعني بحكم هذه الجائحه واقفين كاملين. يعني الخدمه نقصات بزاف، الخدمه نقصات بزاف، وفي الايام العاديه كنتو محركين مزيان تخدموا صراحه كنا خدامين مزيان، ومره مره كنخدموا مع المدارس البريفي مع المدارس العموميه، كتبقى لنا قيمه ماشي نقولوا كتضحك بالوليدات حتى الاباء والامهات ديالهم كيرحبوا بالفكره، حيت غير ملي كتبغي دير واحد العرض اللي هو عرض كيكون مثلا جوله كبيره كيكون اقبال كبير، كيكون اقبال كبير على الكلون، كلشي كيشوف ديك لي فلاير دوك التصاور ديال الكلون، الوليدات كلهم كيبغيو يجيو يحضروا وكيحضروا بعدد كبير، هادشي اللي كيخلي الكلون عنده واحد الميزه زوينه في المغرب، وكيف قلت لك كل واحد والطريقه ديالو ديال الخدمه ديالو، كل واحد وكيفاش كيخدم، كاين اللي عنده لا سوسيتي اللي كيخدم بها في بلايص اللي هما كيكونوا في مستوى عالي، مثل لي زوطيل اللي كيكونوا في مستوى عالي، المرجان كيخدموا في اسواق السلام، يعني يكون عندهم واحد سميتو كيكون عندهم واحد التواصل مع دوك الناس. اكيد بالنسبه اللي عنده غير جمعيه وعنده مثلا غير لبسه واحده كيبقى محدود، عنده لبسه واحده كيبقى محدود، الا ما عيطوش ليه ما غاديش يخدم، حيت ماشي هي عندها الوراق ديالها، وكنتمناو من هذا المنبر باش تا يدير لها الوراق ديالها وتعطى واحد القيمه على الصعيد الوطني، ودائما كنقولوا بان باش تضحك داك الطيب ولا الاب ولا الام ماشي سهل، واصعب حاجه كما قالوا الاخوان هي تضحك مغربي، مغربي تضحكوا صعيب بزاف وصعيب. شنو هما الحوايج اللي مهمه خاصها لازم تكون باش تخدم؟ من الحوايج اللي مهمه خص الدعم، بعد اول حاجه يكون مثلا في المنطقه ديالنا خص الدعم ديال الجماعه، خص الدعم ديال
وزارة الشباب. يعني هذه رسالة لوزارة الشباب والجماعة باش يوقفوا معكم. تمنع من دور الشباب، ماشي تمنع، إلا كان متطوع مرحبا، ولكن يعني تخدم كمتطوع بدون أجر. بدون أجر. شنو السبب؟ هذا كيبقى تابع لوزارة الشباب، هما اللي ما عرفتوش نتوما علاش تمنعتوا صافي. علاش؟ وكيف كنقولوا حتى حس كيف هما غالبا غيمشيو على هذيك القضية ديال انك كتعطى ترخيص وكيخدم ببلاصة هنا وهنا وهنا، ولا عندهم مشاكل. كاين واحد كيف كنقولوا كاين واحد الفئة اللي كتحصر، هي اللي مسيطرة على مثلا العمل في المحمدية، معروفة كتسيطر على العمل في المحمدية، هما اللي كياخذوا لي مارشي كبار. باش تجي تنافسو خاصك بزاف، خاصك شركة، خاصك ناس اللي تدعمك، خاصك اللي يوقف معاك. ماشي سهل باش تمشي تحارب مع دوك الناس باش يعطوك مثلا غير ترخيص، كتلقى فيه صعوبة كبيرة. ودابا حاليا غير مؤسسة اللي بغيت تدخل ليها وكمتطوع ما كيعطوكش، كيقول لك ضروري تجيب لينا واحد الترخيص من النيابه باش هما ما يتحملوش المسؤوليه، وانت راك جاي غير باش ديك الوليدات ترفع عليهم تخرجهم من ديك الجو ديال الدراسه مره. وكاين الحمد لله اساتذه، كاين مديرين. بالمناسبه كنشكر مدير ديال عين الحروده، واحد اللي دائما كيوقف معنا فين ما مشينا عنده، دائما كيعطينا صوره زوينه بان مدير حضاري، مدير اللي متفتح كيخلي لك المؤسسه كامله بين يدك، كيقول لك خدم. واخا غادي ندخل معك شويه في مسائل شخصيه، شحال اغلى اجر كياخذوا المهرج او الكلوب؟ بالنسبه للاغلى ممكن كيف كنقول لك على حسب الدخل ديال دوك الفئه. مثلا داير غدير واحد الجوله فيها عندك سيمانه ديال سميتو، عندك واحد الاسبوع غير ديال الدعايه. داك الاسبوع ديال الدعايه ضروري خصك يكون معك واحد اشخاص اللي خصك تخلصهم، وعاوتاني ديال هذوك لي فلاير باش تشري. يعني انت كمهرج عندك مصاريف؟ عندك مصاريف. واش كتدخل ملي كتدخل الفلوس كتدخل ديك المصاريف اللي انت خسرتي وكاين شويه الرباح، ولا كتخدم على المصاريف اللي كتمشي على حساب انت شحال ديال داك العدد اللي دخلتي؟ كان عندك عدد كبير غيكون عندك واحد المصاريف اللي غادي تقدر غارات بيه، والناس اللي معاك وداك اللوجيستيك اللي كتجيب وداك الشيء كامل كاين. ولكن راه حتى هو ريسك، تقدر ما يدخلوش لك عدد، تقدر تدخل لك 10 وانت خاسر مليون. فهمتيني؟ يعني كتغامر. الكلون دائما كيغامر، وكاع الاخوه اللي كيخدموا في ميدان الكلون راه عارفين بان راه غير كاين مغامره كبيره. ولكن الحمد لله حنا كنقولوا بان بالعكس في الجوالات كنلقاو اقبال. حاليا الجوالات كتلقى اقبال، ملي تحبسوا الجوالات راه الكلون كله محبسوا. كتشوف دابا الكلون مابقاش عنده واحد القيمه، حاليا مابقاش الكلون عنده قيمه. حتى دابا فين ما مشيتي كتلقاي كلشي كيقول لك ما بقاو الجوالات، كلشي تحبس. يعني كورونا ازمه الوضع. من غير كورونا كان تحبسات شحال هادي، كلون تحبس شحال هادي. ملي ما بقاش في دور الشباب كانوا الاخوان كيجيو لدور الشباب كيديروا مثلا كيف قلت لك سيمانه ديال الدعايه، وعندهم السبت والحد هو هذاك المدخول ديالهم، هو السبت والحد. السيمانه هما كيجريو كيجيو السبت والحد باش يديروا ديك الجوج عروض ولا اربعه باش يلاه يشوفوا كيفاش. واخا خويا كلمه اخيره ولمن كتبغي توجه؟ الكلمه الاخيره كنبغي اولا نوجه تحيه للناس ديال الكلون اللي كيديروا الكلون، تحيه لهم كبيره، وكنصفق عليهم بزاف لان هذا الميدان ماشي سهل، ميدان اللي صعيب، ميدان اللي كيطلب الحكمه، كيطلب الخفه، كيطلب تكون عندك روح مرحه باش تكون مع الوليدات وتنشط الوليدات وحتى الاباء ديالهم والامهات ديالهم، ماشي سهل باش تنشطهم. كنبغي نوجه واحد النداء لوزاره الشباب والرياضه باش يشوفوا شي حل يكون ديال يصيبوا لهم الوراق ديالهم باش حتى هما يولي عندهم واحد القيمه في المغرب، وقدوا لهم علاش لا يكون عندهم كامل عندهم واحد الشركات ديالهم باش يخدموا في هذا الميدان ويخدموا معهم وليدات. وكنتمنى من الجمعيات باش يبداو ياخذوا وليدات صغار ويعلموهم كيفاش يلعبوا الكلون، ويعطوهم واحد الصوره مثاليه على الكلون، حيت كاين الاباء والامهات اللي كيشوفوا ان في دار مثلا في دور الشباب كاين واحد شويه ديال كيف نقولوا العزوف ديال الوليدات، وبحكم ان كاين البعد مثلا هنا في عين الحروده ما يمكنش الوليد غيبقى حتى 8 ولا 9، وكنعرفوا ان دار الشباب كتبقى حتى 8 9، داك هو الوقت ديالها ديال الانشطه. الا حيدنا الحد اللي معروف بانه في الفتره الصباحيه، اما باقي هنا كاين مشكل
ما كاينش ترونسبور الا فات في الوقت العادي كاين مشكل. يعني هادشي كيشكل لكم عائق باش تخدموا؟ عائق كبير بزاف. حنا كنبغيو نخدموا مع الوليدات وعندنا مشكل حيت الا بقينا غير حتى لستة كاين مشكل. الدري غير ديبلاصا من هنا مثلا من حربيلي ولا من شي دوار حتى ل 17 شويه قاصحه بزاف. و حتى الاباء كيخافوا على ولادهم بزاف بحكم هادشي ديال عاوتاني التحرش وهادشي ولا صعيب الثقه. صعيب اذا كلمه أشكركم. اخيره مرحبا كنشكركم. شنو شو الطلب ديالك المسؤولين؟ الطلب ديالنا هو يديروا لنا شي حل حتى حنايا بحالنا بحال يعني مهنه تولي قانونيه. مهنه تولي قانونيه بالوراق ديالها بالتامين ديالها بكل شيء ليها وديك الساعات حنا العيب غير الا ما خرجناش اللي عندنا وعطينا كاش الجديد اللي دات وان شاء الله يكون الجديد. وكاينين الاخوان خدامين على الجديد وشكرا بزاف. كنشكر شو تي في كنشكر الاخ ناصر اللي دائما استضفنا ماشي اول مره ولا شي ثاني مره. انسان طيب انسان معقول. كنتمنوا الشعاون حتى نتوما وتوقفوا معاه ان شاء الله. والاخوان ديال الاخ شعيب الناس ديال الطرف الاصيل كنشكروا تاوا بزاف. كيف كتشوف دابا اغلبيه الاخوه اللي كاين هنا كلهم ولاد الجمعيات وعندنا الحمد لله واحد الجمعيه اللي يلاه سميناها جديده جمعيه شبكه زناته هي اللي غيكون النشاط ديالها ان شاء الله بهذه المناسبه نهار 18 و19 ان شاء الله. نتوما تكونوا حاضرين كاكلوا الحمله التاسيسيه غتكون ان شاء الله على صعيد تراب زناته تراب زناته. وكنقول لكم مرحبا بكم ان شاء الله معنا نهار 18 و19 وشكرا بزاف لكم. شكرا تبارك الله عليك. وانتم مشاهدينا الكرام كنشكركم على حسن المتابعه وكنودعكم في امان الله ونلقاكم في مباشر اخر ان شاء الله.